صباح الخير يا جريد وان، النهاردة عندنا قصة اسمها قصة السيرك. قصة الايه؟ السيرك. نفتح الكتاب صفحة 109 ونسمع القصة. قبل ما نبدأ في القصة عايزة اعرفكم ايه هو السيرك ده. انتوا هتعرفوا ايه هو السيرك؟ السيرك ده اللي بيكون فيه ايه؟ المهرج، وبيكون فيه عروض، وبيكون فيه شوية حيوانات، وبيعمل المهرج حركات، مرة حركات تضحك ومرة حركات ايه، يعني بيفضل ينوع في الحركات. زي ما انتوا شايفين دي صورة للسيرك ودي صورة للحيوانات اللي بتكون في السيرك. يلا نبدأ القصة. كان يا مكان كان فيه ولد بيحكي، بيقول ايه؟ بيقول اللي هو معاه صديقه اسمه ادهم. بيقول ادهم صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. الولد بيحكي بيقول اللي انا عندي واحد صديقي صاحبي اسمه ادهم، احنا كل يوم احنا الاتنين بنلعب مع بعض. امس كان يوما جميلا. امس اللي هو امبارح، كان امبارح كان يوم جميل خالص. ذهبنا معا الى السيرك مع ابي، احنا الاتنين انا وصديقي ادهم، احنا الاتنين رحنا مع ابي الى السيرك. شاهدنا عروض السيرك الممتعة، ضحكنا كثيرا مع المهرج. كان في مهرج، فضلوا هما الثلاثة يضحكوا، كانوا مبسوطين جدا بالايه؟ بالحركات المهرج، العروض الممتعة اللي كان المهرج بيعملها. بيقول شاهدنا عروض السيرك الممتعة، كانت عجباهم جدا، كانت العروض كانت ممتعة خالص، كانوا مبسوطين بيها. ضحكنا كثيرا مع المهرج، كانوا مبسوطين وكانوا بيضحكوا على الآخر. كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة. المهرج كان بارع، بارع يعني كان محترف، كان متفوق في تمثيل المواقف المختلفة، كان بيعملها باحترافية. مرة يكون حزينا، مرة يمثل اللي هو حزين ويعمل ساد فيس كده، مرة يكون حزين فيبكي يعيط، مرة يكون زعلان قوي فيعيط، ومرة يكون فرحا فيضحك. شايفين؟ مرة يكون زعلانا فيبكي، ومرة يكون فرحا فيضحك، ومرة ثم يمثل الغضب ويحمر وجهه ويبقى يعني زي متضايق، متعصب قوي، فايه وشه يحمر ويكون ايه متضايق خالص. يعني مرة يكون هو مثل ثلاثة، اول حاجة مثل اللي هو حزين زعلان خالص وقعد يعيط، ومرة مثل اللي هو مبسوط جدا وبيضحك، ومرة مثل اللي هو غضبان غاضب ووشه احمر جدا من كتر الغضب. بعد العرض عملوا ايه؟ ادهم وصديقه والاب عملوا ايه هما التلاتة؟ بعد العرض أخذ بيقول بعد العرض أخذنا صورة مع المهرج. أخذوا صورة مع المهرج، عملوا إيه؟ عملوا تصوروا مع المهرج صورة جميلة. أنا وأدهم قلنا لأبي، الولد بيقول أنا وأدهم قلنا لبابا إيه؟ شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع، شكرا جدا يا بابا على هذا اليوم الممتع، عشان هما اتبسطوا جدا باليوم ده، فكانوا بيشكروا الأب على اليوم الجميل ده. وبكده نكون خلصنا قصتنا النهاردة. أتمنى تكون القصة عجبتكم.